اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، نواصل معكم من بث المباشر من سي بي سي متابعه فعاليات مليونيه الشريعه والشرعيه في ميدان النهضه امام جامعه القاهره التي خرج اليها جموع من المنتمين الى حزب الحريه والعداله، جامعه الاخوه المسلمين، التيارات الاسلاميه، بعض الاحزاب المدنيه. تجمع كبير يضم حشود من كل محافظات مصر، أيضا هناك تجمعات في محافظة أسيوط ومحافظة الدقهلية وبعض محافظات مصر مؤيدة للرئيس الدكتور محمد مرسي. برحب بضيفي العزيزين دكتور جمال حشمة، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. أهلا دكتور جمال. أهلا وسهلا. دكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والمفكر والكاتب السياسي. أهلا. أهلا بك دكتور جمال. البعض يتساءل، هل هذه المظاهرة أو هذا التجمع الكبير اليوم استعراضا للقوى علشان القوى الإسلامية تقول هذا هو حجمنا في الشارع عندما نستطيع الحشد، أم أنها تأييد للرئيس الدكتور محمد مرسي في قراراته، أم أنها دعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة طبعا لم نكن نحب أبدا أن يحدث مثل هذا التضاد، إنما هو فرض علينا فرضا. هناك تحريض دائم الفترة اللي فاتت، سواء من الشارع، سواء من بعض السياسيين، سواء من بعض الإعلاميين، على أن الشعب المصري يرفض الإعلان الدستوري، الشعب المصري يرفض الدستور، الشعب المصري سيقوم بثورة ثانية. نحن في المرحلة الثالثة، الموجة الثالثة من ثورة 25 يناير. الكلام باسم الشعب المصري كلام مثير للقلق وكلام يعني مستفز. فانت لما كل شويه تقعد تاكد عليا وتركز عليا والناس قاعده بتغلي والناس بتتصل بيا، ما هو لحد امتى يعني؟ فانا عايز نقول ان احنا اضطررنا مع كل الناس الطبيعيين اللي قاعدين متضايقين ان هناك من يتكلم باسمهم ولا يمثلهم، ان كان لازم يبقى في حاجه. فكرة أن يكون هناك تظاهرة هي حق للجميع، وده من مكاسب 25 يناير ويجب أن نحتفظ به وأن نتمسك به. فكرة أن المؤيدين مش من حقهم ينزلوا والمعارضين بس هم اللي ينزلوا، هذا أيضا كلام يحتاج لإعادة نظر مرة تانية، وخاصة أن هناك من يدعي أنه يمثل الشعب المصري. فكرة الشريعة فكرة قديمة انتهت، يعني دعنا الذي تم إقراره لا نتحدث فيه مرة تانية. هوية مصر، مرجعية مصر. لا أنا أقصد أن العنوان النهاردة الشريعة والشرعية. العنوان نازل، وأنا حتى في شعارات كتيرة ممكن تنزل تبقى مستفزة، أنا ما تعجبنيش، إنما حالة الانفعال. يعني أنا لما أقرأ أن يعني شوية شباب كده يقعدوا يكتبوا يافطة، أهالي الجيزة يرفضون دخول الإخوان المسلمين، يعني بكرة مقتلة. نعم. والإعلام لعب على الحتة دي امبارح، يعني بكرة هيبقى في صراع، بكرة هيبقى في حرب بعض أهلية. الإعلام. أنا بعض الإعلام. نعم. هيبقى في مذبحة بكرة والناس رافضة. ناس مين اللي رافضة؟ من يتكلم باسم أهل الجيزة؟ أيضا لما نلاقي يفط مكتوبة ممنوع دخل إخوان المسلمين الميدان، وبعدين ده شارع محمد محمود، وبعدين ألاقي شباب الإخوان راح جايين تحت اليافطة ومتصورين، كل شباب الإخوان متصورين ومطلعين على الفيسبوك. يعني عايزين نقول إن دي حاجات مستفزة، إنما لا نعول عليها كثيرا. حتى لا تسألني عن شعار اتقال أو هتاف اتقال، ربما يكون خارج الإطار، إنما الموقف يقول أن هناك أغلبية، وهذا الذي أثبتته الاستفتاءات على المواقع كلها بما فيها المواقع المعارضة والمواقع الكارهة والمواقع المحايدة، كلها قالت أن الشعب المصري بنسبة تبدأ من 70% لحد 90% مؤيدة للإعلان الدستوري. وده اللي احنا طلبناه في الأول، قلنا يا جماعة خلينا نتحاور، فقام البعض قال لا ما فيش حوار، ينسحب الإعلان وبعدين نتحاور. نتحاور على إيه لما نسحب الإعلان؟ دي مش مفاوضة، يعني مش هو ده التيار المدني الليبرالي الديمقراطي اللي بيتكلم. ما انت ما تفرضش عليا، هذا ابتزاز من الاقليه، هذا ديكتاتوريه الاقليه غير مقبوله، زي ما احنا نرفضها من الاغلبيه انا نرفضها من الاقليه. اللي انا افهمه في اي نظام ديمقراطي حر محترم بينشا، احنا رحنا شفنا ديمقراطيات عريقه لقينا فيها للاقليه حقوق وجبه الاحترام، ويجب ان تكون في اطار ملزم للجميع، كما ان للاغلبيه دور
ما حدش يقعد يعني يهون من هذا الدور او يهين من هذا الدور او يسخر من هذا الدور او كل شويه تقعد تستفز الاغلبيه فيه. يعني خلينا نتصارع في برامج، خلينا نتصارع في مصلحه الشعب، خلينا اطرح رؤيه وانت تطرح رؤيه تانية. انما الشغل الفلسفي اللي احنا ماشيين فيه، فكره الصراع والثوره التي لم تنتهي بعد ويسقط النظام الكلام ده ما عادش يجيب دلوقتي. لما ما بتشوفش ان الثوره ما زالت مستمره، خرجت من الرئاسه، من مؤسسه الرئاسه ومن رئيس شخصيه؟ الثوره تتحول في كل مرحله الى شكل من الاشكال اللي يمشي البلد. نعم، في ثوره تيجي توقف حال البلد كله حتى يسقط النظام. سقط النظام، نعم صحيح، راس النظام سقط وما زالت اطرافه كلها، زي ما انا كنت بقول كده علي بابا سقط ولسه الأربعين حرامي في كل المؤسسات وفي كل الوزارات موجودين، وهم دول اللي بيأثروا، هم دول اللي بيشغلوا. انا مش لاقي شرعي موجود دلوقتي في مصر غير مؤسسة الرئاسة هي اللي منتخبة، الباقي كله بقايا نظام مبارك. فلما يجي مجلس الشورى مش منتخب، ومجلس الشورى منتخب، والجمعية التأسيسية منتخبة، ما هو ده اللي اضطر الرئيس انه يحصنها في الاخر لما لقى ان هناك اتجاه لحلها واتجاه لإشاعة الفوضى وعودة مصر مرة تانية للمربع رقم واحد، وبالتالي تدخل. ده هسأل حضرتك فيه، بس هذا الرسالة اللي من هذا التجمع انها تقول ان في مؤيدين لقرار الرئيس، وليس من تحدث خلال الايام الماضيه باسم الشعب وباسم الاغلبيه على حق. نعم. دكتور اسامه، هل هذا التجمع خلاك تغير قراءه للمشهد بعد ما كنت شايف التحرير؟ هل اثار لديك قلق؟ هل ترفض شرعيه الخروج للتعبير عن تضامن وتاييد للرئيس واثبات اننا الاغلبيه؟ لا طبعا. اولا ابتداء انا عايز اقول انه ما هو فلنعود الى اصل المشكله في الحقيقه، يعني علشان بدات المشكله بالخلاف حول الاعلان الدستوري الذي اعلنه السيد الرئيس. كويس، هذا الاعلان الدستوري انا رايي يا دكتور جمال بمنتهى الموضوعيه، انا شخص يعني انا بحاول اكون موضوعي الى اقصى حد، ومانيش ضد الرئيس مرسي، هو الرئيس الشرعي للجمهوريه للبلد. أنا رأيي أن هذا الإعلان كان فيه نصوص وفيه أحكام خاطئة جدا، أعتقد أنها تهيئ فعلا للديكتاتورية، وده ما ده كلام أنا بكلمه كراجل دارس علوم سياسية، مش راجل يعني متحيز سياسيا، ولا بحاول بقدر الإمكان أكون موضوعي لأقصى حد. يعني هذا الإعلان تحدث عن تحسين قرارات الرئيس، ده في المادة الأولى الخاصة بالشهداء وبتاع ده، كل ده ما فيش حد مختلف عليه. المادة الثانية الخاصة بتحصيل قرارات رئيس جمهورية، هو نفسه الرئيس والمتحدث باسمه أوضحها وأثبت أنه صياغتها بيان في أمور السيادة، أن كان فيها فعلا فيها يعني عمومية، وبالتالي قال هذه خاصة. يعني إذا الناس لما كانت مضايقة منها كان لها حق مضايقة منها. كويس كده. الحاجة الثالثة الخاصة بالنائب العام، دي مسألة خلافية، والنائب العام مش اللي راح ونحو جهة، إنما وقال ده جزء من الازمه مع القضاء اللي حضرتك بتقول انها مشيت. انا طبعا جزء ازمه مع القضاء، وعلى اي حال القضاء دي مشكله تانية لوحدها. نعم. وبعدين اتكلم عن اعداد الدستور في 6 شهور وخلص الدستور، يعني بصرف النظر عن المده اللي قالها، انما دي قضيه الدستور برضه قضيه اخرى، دي خارج الاعلان. وبعدين تحصيل مجلس الشورى وتحصيل التاسيسيه، انا شخصيا رايي كرجل بتاع السياسه لا شايف ان حاجه كانت خاطئه. يعني لماذا حصل مجلس الشورى؟ طبعا الكلام عن الاستقرار وعن المسار دي كلام كله نتكلم فيه نتجادل فيه، ان الاستقرار يعني الاستقرار في مصر في الحقيقه اعمق بكثير من مساله التاسيسيه والشورى والكلام ده. والتدابير الاخرى اللي ضد الطوارئ اللي ممكن يعملها الرئيس، هذه مساله وارجو الا يلجأ الرئيس، لانها في الحقيقه نوع من العوده لقانون الطوارئ مره اخرى. اذا في الحقيقه المساله بدات بخلاف سياسي عادي جدا ومنطقي جدا ممكن يحصل في مجتمع ديمقراطي. وانا ادعي ان المشكله اننا في هذا البلد حديث العهد بالديمقراطية. احنا بقى لنا دلوقتي الثورة كملتش سنتين، بعد 60 سنة من نظام لا ديمقراطي، وبعد 60 سنة من نظام سلطوي، وبعد 60 سنة من ظرف لم يتعود فيه الشعب كيف يقول لا وكيف يعارض. والوهم اللي احنا ممكن نتخيله ان تصبح مصر بلدا ديمقراطيا في 6 أشهر او في سنتين، هذا عبث. احنا علشان نتحول الى نظام ديمقراطي حقيقي هنحتاج لسه لسنوات، بس يجب أن ندرك هذا، ويجب أن نعترف بهذا، ويجب أن ندرب نفسنا على هذا. نحن لم نعد في نظام ديمقراطي، الديمقراطية ثقافة وتقاليد وطريقة في الحوار. ما أقدرش أقول مثلا ما هبقى زي بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو الهند أو اليابان، هذه نظم لها تراثها الطويل.
إذا في الحقيقة لازم أن تأخذ الأمور بحجمها الطبيعي. إيه المشكلة بقى اللي حصلت في تقديري أنا؟ أن رفض الإعلان الدستوري هذا وهو حق لا شك لمن يرفضه ولأي مواطن يرفضه، مش مشكلة خالص، نظر إليه من جانب قوى سياسية بالذات القوى السياسية الإسلامية أنها طعن في شرعية الرئيس مرسي وطرع ده، حتى اعتبرها كمان طعن في الشريعة كمان. بس البعض ردت كده بالفعل، والبعض طعن في شرعية الرئيس بالفعل. ومين قال لك ان انا لما اعترض على قرار الرئيس اعترض على شكل ناقش شكل الاعتراض؟ ما انا عارف، لا ما هو شكل الاعتراض يعني حضرتك انت بتتكلم على رد الفعل. لا قول الفعل نفسه، الاعتراض كان يناسب في خلاف سياسي حرق المقرات والتحريض على حرق المقرات. لا انا هل هذه معارضة؟ لا طبعا لا، بس حرق المقرات دي يصعب ان انا انسبها لاي فصيل محترم. يعني مين حرق المقرات؟ يعني مثلا هل حزب شرعي قام بحرق المقرات؟ دي بقى مسائل انا ما اقدرش اعرفها، وقد تكون هناك قوه وقد يكونوا ناس طرف ثالث. على فكره دي مش هزار، ده صحيح، لان البلد فيها بطاله وفيها قوى كثيره ما لهاش شغلانه وفيها اجهزه مخابرات بتلعب كل حاجه، ممكن يحصل كل حاجه. وبالتالي يعني مساله حرق المقرات دي مسائل لا. وبعدين في الحقيقه بقى مسؤولية الكشف عن من حرق المقرات دي مسؤولية الدولة والنظام الحالي. ما هو ده ما كانش فيه وزير داخلية، ما كانش فيه أجهزة نيابة وأجهزة تحقيق، دي بقى خيبة تقيلة المؤاخذة يعني لابد، ما هو ده كله أمن البلد كله ما فيش نقاش. إنما ما أقدرش أقول إن رد الفعل العام هو هذا الحرق، دي حاجة تانية خالص أرجوك، يعني دي حاجة من يعني إنما يعني عايز تقول إن المعارضة في هذه الحالة لم كانت معارضة مش تحريض؟ لا طبعا لا تحريض، ومعارضة لقرار أزار الرئيس، ومن حقي أعمل كده. وبعدين هي الفكره كمان النقطه، طب هل في المعارضه دكتور هكمل بس يا فخري عشان انا اللي انا اللي بيدهشني في الحقيقه، وده اللي هو قلقني اكتر من اي حاجه تانية، وانا مبسوط ان حضرتك في من قيادات حزب الحريه والعداله عشان اقول هذا الكلام بوضوح. ما ينفعش في السياسه ان يبقى حزب مفروض ان هو حزب في مجتمع ديمقراطي يحكم بطريقه انه يعني أنك تقف مع الرئيس أيا كانت صواب، أيا كان صواب أفكار يعني آراءه أو ظالما أو مظلوما بالضبط بطريقة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ده حتى أنصر أخاك في الحديث النبوي الشريف، نعم، لما قالوا يا رسول الله لو حتى ظالم، قال له نديله النصيحة، ادوله النصيحة ياخد النصيحة الرئيس. أنا أدعي أن الرئيس مرسي لم ينصحه أحد النصيحة الصائبة في هذا المجال، بل أنا نفسي أفهم بقى كباحث سياسي أعرف من الذي شجع الرئيس على إصدار هذا الإعلان الكارثي الذي سبب كل هذا. وخلينا نتكلم بلا حساسيات، أنا الرئيس مرسي رئيس شرعي ومنتخب من المصريين، وبالتالي يضير إيه إن الناس تعترض على قرار أصدره؟ وهل هذا يستدعي إن ينزل ملايين في الشوارع؟ وطبعا يا دكتور جمال مع احترامي لكل هذا، أنت تعلم أن مثلا كثير جدا من هؤلاء الذين نازلين في المدينة وما تم حجلهم في أتوبيسات بالملايين بملايين الجنيهات، يعني بتكلفة هائلة عشان يجوا من كل أقاليم مصر للقاهرة، مش هي دي الديمقراطية؟ مش هي دي الطريقة اللي احنا عايزين بها نصلح البلد؟ طبعا حجز ميدان التحرير يوم الثلاث بفلوس، لا بأسماء وصورناهم وعرفنا أسماءهم. أنا ما اعرفش ان كان في فلوس، بس انا شخصيا يعني في التحرير يعني ما حدش يعني فلوس. اصحاب الفكرة دكتور اصحاب الفكرة مش محتاجين شحن. طبعا اصحاب طبعًا. المبدأ مش محتاجين أيوة شحن، طبعا طبعا يكفي نقول لهم تعالوا حييجوا %100 طبعا طبعا، انما الاخرين اللي مقتنع او مش مقتنع ده اللي محتاج شحن. بس يا دكتور جمال وده اللي محتاج خليك فير حضرتك، يعني انا اصلا اعرف ده بيدار ازاي واعرف ده بيوضع. انت حضرتك دخلتنا في النقطه اللي ما كنتش عايز اتكلم فيها. لا لا دي نقطه مهمه، لما تقول لي ده بيتشحن بالملايين، طب واللي هناك دول مش مشحونين اللي هم في التحرير؟ اللي في التحرير لا ما اعتقدش، يعني انا كنت في التحرير يوم الثلاث، يوم الثلاث اللي اتشحنوا دول وتصوروا وقالوا ان الشعب المصري كله. عندك معلومات وتصوير؟ عندي معلومات وعندي بيانات وعندي اسماء، دول الناس من محافظتنا يعني طلعت من كل المحافظات مصر، ناس بينتموا لاحزاب مدنيه احزاب. انا ممكن يعني ما اعرفش، انا ما اقدرش اقول ده، انا اعرف يعني تتصور حضرتك واحد من ملايين اللي موجودين دول ايا كان عددهم احنا ادينا 100 جنيه لواحد عشان يجي؟ ما اعرفش اديته من ده، انا ما تسالنيش هذه التفاصيل. لا مستحيل، بس انا انما الثاني ياخد 100 جنيه عندي دليل، لكن ممكن توفر له الوسيله النقل مجانا تبرعا وجبه غذاء. انا عندي طبيب اتصل بي قال لي اتوبيس هطلعه على حسابي شوف مين يجي معايا. طيب ماشي، ما بصرف نظر الترعات، بس يعني انا بس فكره هذه الجماهير البسيطه في الحشد هنا وتبرئه الطرف الثاني. لا مش تبرئه، هي الحشود دي لعبه سياسيه في التعبير عن رايي. يعني انا
احنا بنتكلم عن قضيه سياسيه حضرتك حطيتها في اطارها منذ البدايه وقلت انها قضيه سياسيه تستوجب الحوار، انا مش شايف مبرر للحشد. طيب من يعني بدا الحشد؟ وخصوصا كمان اقول حاجه كمان، السؤال جميل بتاع معلش الرئيس المرسي، الرئيس المرسي هو الحزب الحاكم في مصر، يعني اللي يفترض فيه قوي يعني لسه لا 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 الحزب الحاكم لا ما فيش حاكم ولا حاجه يعني لا احنا بنعاني يعني من المسؤولين وبنعاني من الفساد وبنعاني من تحطيل مصالح الناس وبنعاني اي حزب في مصر من مشاكل لو كان حزب وبنعاني من قرارات يا مصر بقى اتجنى خلاص يعني هي مصر بتعاني من مشاكل موضوعيه اي حزب كان هيجد هذه المشاكل طبيعي انما انا عايز اقول انه احنا في هذا الموقف دلوقتي الحقيقه لم نعد بازاء القضيه الاصليه احنا دخلنا في سكه تانية خالص وفعلا انا ببص بقول لك لا 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 هو خلاف حول الشرعيه لان الرئيس لا احد ينازع في شرعيته لانه رئيس منتخب وكلنا انتخبنا نمره اثنين انه لا احد يجيب سيره الشريعه ويقول لك الشريعه من اجل الشريعه شريعه يا اخوان شريعه القضيه انتخب اتقفلت وانتهت وما في يعني ما القضيه مستقر ما عادش في مصنع مستقر بس بقى هذا الموضوع مستقر بقى لو حضرتك رجعت المئات الالوف اللي محشوده في ميدان النهضه دلوقتي انا حزين عليهم لان انا متاكد لو واحد سئل انت جيت لي يا ابني ليه هو لا يعلم لماذا اتى هو ده الشيء المؤلم والمرفوض انما انا بس خلاف مع حضرتك بس في حته التحرير دي لا انا ما اظنش ان معظم او انا ما انا ما اقدرش لا انا بقول كل اللي موجودين انما ولا اغلب الموجودين في شباب يعني عايز حصل وطنيين انما اذا انا راجل في مجتمع ديمقراطي ورجل ديمقراطي فعلا اتقبل هذا اتقبل ان يخرج المواطن يعبر عن رايه معايا او ضدي هو الرئيس تقبل واحنا تقبلنا والشعب كله متقبل بقاله اسبوع لا لو تقبلته هتنزلوا ليه يا دكتور جمال لا لحد ما الثاني قال ان هو الاغلبيه مين قال الاغلبيه؟ هو الاغلبيه واخرها تقاس زياده هو بقينا احنا وهم دلوقتي يا فندم يا فندم حضرتك دلوقتي بتتكلم منتسب تقول احنا اغلبيه يعني انت اغلبيه تقصوا على تغربيه مجلس يعني الشعب الموجوده يعني الفتره اللي حضرتك ما حسيتش ان الاعلام يتكلم والسياسيين كبار جبهه الانقاذ بيتكلموا ان الشعب المصري كله ضد هذا العنوان الدستوري وعلى ان يفهم يجب ان يفهم اتكلموا بالصيغه دي ولا ما اتكلموش بالصيغه ديت؟ الناس اللي جايه في هم عبروا عن القنوات الفضائيه جايبه هنا مظاهره ضد هنا ومظاهره ضد هنا ومظاهره ضد هنا يعني هي اللي صنعت المظاهرات يا دكتور جمال يعني هذه جوه الاستوديو كل التيارات ممثله طول تمام الوقت تمام طيب اما المظاهرات زي ما انا جايب دلوقتي كل المظاهرات انا جايب من اسيوط وجايب من القاهره احنا امتنعنا كل مكان احنا امتنعنا في الوقت اللي فات كان امتنع في امتناع ليه حتى لا تبدو مصر امام العالم ان فيها انقلاب على الشرعيه وان نعم. هناك رفض وأن هناك أغلبية ترفض قرار الرئيس والرئيس بيعاند وديكتاتور وفي أزمة سياسية في مصر لا نحن نقول للعالم كله أن الأزمة السياسية هذه أزمة مفتعلة لا يا دكتور إذا كان في خلاف في الرأي الحوار هو الذي يحسمها الصياغة دي متحيزة شوية مش حتى هذا الحوار لم يحدث هو عندما اعترض لم يحدث بسبب الآخرين هل عندما اعترض على حزب قرار الرئيس دعا إلى هذا بنقلب على الشرعية الرئاسة دعت إلى هذا البيع قال أنا مش قاعد لا الرئاسة لم تدعو إلى حوار يا فندم ياسر علي تكلم وقال ندعو إلى حوار إنما ما دعوش لحوار واحد رفضه طيب ما انا اقول له تعالى يقول لي لا مش خلينا نقول لك راي القوى السياسيه اللي اعلنت انها لن تقبل الحوار بعضهم لما سالته قال لي ما هو الرئيس دعانا لحوار ورحنا وقعد وسمعنا وعرف ارائنا وخرجنا طلع بالاعلان الدستوري كانه لم يكن في نفس الوقت حتى المستشارين بتوع بعد الحوار بتاعهم في مستجدات جتت يا اخوانا ما احنا لا نستطيع ان نفصل هذا القرار الكارثي او الاعلان الكارثي اللي بيقول عليه الدكتور اسامه عن اسباب طويله وتفاصيل مستجده وخوف متوقع حضرتك تعرفها يا طب يا دكتور انا هقول لك طب ممكن تقولها يا دكتور طب هقول لك يعني انا نفسي حد انا هقول لك انا هقول لك اسباب بند موجود في الاعلان الدستوري هقول لك يا دكتور جمال هل انت مستعد انا بكلم بجد كعضو وانت استاذ جامعي محترم يعني انك تنتقد الرئيس مرسي او تقول انه اخطا في كذا او كذا انا انتقدت ما انتقدتش انا انتقدت وفي مقالات لي طب هل انت انتقدت شايف لان في جزء في قرارات واجبت الاخذان اليوم بعيدا عن القرارات اللي قاعده شغل النخبه هل انت شايف الرئيس انشغل مع النخبه وساب الشعب مشاكله لسه عايزه تتحل هل انت شايف ان الاعلان الدستوري ده ما كانش خطا من حيث او على الاقل في بعض مواده او في بعض مواده ممكن طبعا وفي صياغات بعض مواده ممكن طبعا لا مانع ما اختلفناش في حاجه طيب بس انا عندي مبررات ايه هي المبررات اقول لك جميل. المبررات اولا تحسين قرارات الرئيس طبعا هي طلعت في الاخر قرارات سياديه لان اي قرار اداري هتتعرض ليه القضاء مجلس الدوله وتحسم وتنتهي انما قرار السيادي يجب ان يقف الجميع امامه تمام ايه اللي حصل بعد ما الرئيس اعاد مجلس الشعب مره ثانيه انه اصدر قرار بعوده مجلس الشعب لحين الانتهاء من الدستور يعني الراجل مش حريص على ان السلطه التشريعيه تبقى موجوده معاه فالمجلس الشعب ده منتخب
من 30 مليون وسلطة الشعب أعلى من كل السلطات اللي موجودة في مصر، واجب احترامها. وأنا قلت في مداخلة مع الأستاذ خيري قبل كده أن كل العالم لم يحل فيه برلمان نتيجة حكم محكمة دستورية، وضربت مثل بالبرلمان الألماني قعد 10 سنوات على قانون حكم بعدم دستوريته، إنما لأن الشعب اختار محدش قدر يتكلم. أنا جايب واحد ماليش دعوة بالقانون أنت حطه غلط ولا صح، ما تفرقش معايا، أنا تحترم إرادتي في إني جبت فلان نائب ليا. بقي 10 سنوات، لما جه الرئيس قال أنا مش عايز السلطات المجلس الشعب، أرجوكم هنعيد المجلس شهرين لحد ما الدستور ينتهي في 6 شهور بتاعه، وبعدين تعاد الانتخابات في خلال 60 يوم من يوم الاستفتاء. تصدى المحكمة الدستورية دون طلب، وده بقى العجيب، ده لو اعتبرناه قرار اداري مجلس الدوله اللي يسمعه. القانونيين ردوا على هذا وقالوا من حقه، ما هي مشكلتي انا تستخدم هذا الحق او ترفضه. يا فندم خليني اكمل، لان انا مش عايز ادخل في الشق القانوني عشان دي وجهه نظر. لا اصلا انا ما انت هتقول زي الدكتور جابر النصار ده بتاع نساء ولاده ما ملوش يتكلم في القانون. انا اتكلم انا اللي مش عارف ارد عليك، انا بقول لك انا اتكلم باراء قضاء واراء قانونيين، انا مش قاعد مع صغيرين، انا قاعد مع اساتذه ربما افضل واكرم واحسن من اخرين بيتكلموا، انما في الاخر دي وجهه نظر ودي وجهه نظر. تمام. اذا اردت ان تحترم يجب ان نقبل ان تحترم. انا بحترم الاثنين بس طيب. في النهايه انا بتكلم قرار. انا بتكلم في وجهه نظر، لا القرار فيه عوار، انا من وجهه نظر ان فيه عوار. هو انا ليه لازم احترم وجهه النظر الثانيه؟ وجهه نظري انا بقول وجهه نظري انا. اتفضل. حضرتك تحترم وجهه نظري، تحترم وجهه النظر الاخرى، متروك لك يا استاذ خير. اتفضل. انما انا لما اقول ان المحكمه الدستوريه العليا لم يكن في تاريخها ابدا انها تفصل في قضيه برلمان في 20 يوم ما حصلش. في 84 قعدت 3 سنين، 87 في القائمه المطلقه، في 87 قعدت لحد سنه 90 في القائمه النسبيه. ده تمام؟ كانت في دعوه الرئيس للاستفتاء. اتفضل. في سنه 90 طلع قرار الرئيس المخلوع بانه يعمل استفتاء على حل مجلس الشعب، قام واحد طعن، قام تصدت المحكمه الدستوريه وقالت لا ده قرار من قرارات السياده. قال لا يعني هو ده من قرارات السياده، وقرار رئيس الجمهوريه بعوده مجلس الشعب لمده شهرين يسانده في السلطه التشريعيه لحد ما يتعمل الدستور، ده مش من قرارات السياده؟ نعم. علامات استفهام كثيره تؤكد. طب ده كان من بدري ليه الان تربصا؟ لان انت قدامك دلوقتي قضيه مطروحه. تربص من مين يا دكتور؟ من المحكمه الدستوريه بالرئيس يعني؟ طبعا في 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 مواقع، انا قلت لك طيب رئيس الوزراء عنده قرار بحل المجلس والمجلس ما يعرفش. لا ما يعني اصل رئيس الوزراء نفى الكلام ده. لا لا ما نفاش. لا لا الدكتور سعد قال ونحن علمنا هذا وهذا يقين. الدكتور كمال الجنزوري نفى هذا. الدكتور سعد الكتتني عندما يقول كلام اتقال الدكتور سعد الكتتني لم يكذب. والدكتور كمال الجنزوري مستشار السيد الرئيس اللي عينه مستشار بعد ان كان رئيسا للوزراء. بس المجلس اتحل. يكذب. بس المجلس اتحل صح؟ لا بس يا دكتور يعني المسألة بس المجلس اتحل. اتحل. يبقى كان في قرار في درج المكتب. كل اللي بيفهموا في القانون كانوا بيقولوا انه هيتحل. كان يبقى لا لا انا حتى في هذا الامر في خلاف. طيب نتكلم عن مسائل قانونيه. مسائل قانونيه مش بتوع النساء والولاد انهم يتكلموا فيها. لا 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 ما اعتقدش. انما على كل الاحوال انا بتاع علوم سياسيه مش عارف والله انا ما اعرفش هو جابها منين جابر نصار الكلمه دي. انا الومه عليها وهو استاذ النساء والولاد برضه ليس واعتب عليه على الهواء عشان يتكلم في كلام لا يصح ان يقال. القضية بمنتهى البساطة أن هذا التربص بقرارات الرئاسية جعلت هناك رغبة في تحسين القرارات، فجم قالوا ما قرارات الرئاسية متحصنة. طب خلاص ما هو كمل الأول، ما إيه اللي خلاه بعد ما الرجل يرجع المجلس يقول له لا ده مالكش دعوة، ده كهو والعدم سواء. هو العدم سواء يعني 30 مليون دول ملهمش وزن في البلد، 3 مليار اتصرفوا دول ملهمش قيمة. هذه محكمة موائمة، يعني تشوف ظرف البلد وتشوف الظروف اللي موجودة وتوائم بينها وبين نصوص القانون. بس يا دكتور جمال حضرتك كده بتحط مبدأ خطير جدا. إذا كنا لا نلتفت إلى شيء اسمه استقلال السلطة القضائية أو ذاتيتها أو احترام قراراتها، هنحترم مين؟ أو حضرتك دلوقتي أنا هفترض أن القاضي أن المحكمة يعني أن هذه السلطة القضائية عندما تتجول على غيرها أقول لحضرتك بس يعني أنا هفترض أن هم أنا شخصيا رأيي حتى لو كان القاضي اخطا واختلط لازم احترم قراره. طب ما ده في محكمه النقد في واحد ليه كده ليه بقى يا دكتور جمال؟ ان احنا لازم يكون لنا مرجعيه في حاجه ما يا فندم. والا يستطيع اي انسان مش اي رئيس واي حد يعمل حاجه، لن تكون هناك مرجعيه. هذا هذا لا هذا 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 مبدا خطير. هذا لا يضيع احترام اي مؤسسه قضائيه في فتره من الفترات هي تالت كانت تقف بجانبنا امام عسف السلطان. لا يمكن احمد يتكلم على القضاء. أرجوكم لا تصطنعوا ولا تفتعلوا مشاجرة أو خلاف بين السلطة التنفيذية وبين حصل يا دكتور حصل بسبب من الذي بدأ؟
من الذي تغول على السلطة التنفيذية؟ يعني عندما أنا أقف أمام قرار سيادي يبقى أنا تغولت. أنا عندما يتكلم عضو المحكمة الدستورية في فعاليات سياسية وفي برامج تلفزيونية بوجهة نظر، عندما يعلن أنه قد تحالف مع المجلس العسكري لحل البرلمان ولا يستطيع أن يكذب ذلك مع نيويورك تايمز، من الذي تغول؟ لما بس هو كذب يا فندم متحفظ، لا هي لا نفس الحدود. لا لا هي كذبت وهو الرجل أقر وجاب التسجيل. الرجل ده اعترف وقال أنه كان خطأ في الترجمة لدينا. يعني ما هو ده اللي موجود في النيابة، ما أنا مش هقدر أقبل حاجة. ما هو يا دكتور جمال، طيب خلينا نقول يعني لما يجي مستشار رئيس نادي القضاء ويتكلم على رئيس الجمهورية ألا يغير وزير العدل ونحذره وسوف يكون، مين اللي قال ان دي من سلطه نادي القضاء ان يطلع المستشار رئيس النادي ويتكلم ويحذر الرئيس؟ طب يا دكتور في سلطه جمال. سياديه طب خلاص له. يعني ما حدش يتكلم ليه يا دكتور جمال؟ اصبحت ليه الناس كلها سقفت؟ طيب اصبحت الان السلطه التنفيذيه ورئيس الجمهوريه في مواجهه مباشره الان مع السلطه القضائيه. ما فيش مواجهه لان ما فيش حاجه تمسهم. امال ايه اللي حاصل دلوقتي؟ لا ما فيش حاجه. طب حضرتك وصف الوضع الحالي دلوقتي. لا لا ما فيش حاجه وصف الحاله. هم مش كل الناس دلوقتي مش في حاله احتجاج وحاله احتجاج وكل شيء؟ السلطه القضائيه من حقها، السلطه القضائيه من حقها أن تناقش كل القرارات الإدارية التي يتخذها رئيس الجمهورية ما عدا القرارات السيادية، وده قانون، ده القانون اللي بيقول كده. محدش لو النص يتفهم غير كده يتلغى النص ويبقى الأمر على ما هو عليه. من يملك أن يلغيه؟ الرئيس لغى لما قعد مع المجلس الأعلى للقضاء وأعطى هذا التوضيح وكتب هذا التوضيح. هذا التوضيح التزام، التزام في نص دستوري يا فندم، في التزام بتفسير. هل التزام في بكلمة؟ القانون في مجلس الشعب عندما يناقش في مضبطة شارحة. لقاءات الرئيس ما فيهاش مضبطة يا فندم، في بيان طلع قال الكلام ده، قال نحن نلتزم بأنه الكلام ده في قرارات السيادية. طيب ايه الحال دلوقتي؟ والدكتور أسامة قال خلاص هذا تفسير مقبول. يا دكتور انا ايه اللي دخلني في صدام تاني؟ لا لا استنى. طب دلوقتي لا انا قابل طيب التفسير الموقف؟ بس ايه الموقف دلوقتي ازاي ورق للناس علشان تعرف ان الرئيس اتخذ قرارا حتى لا يستخدم هذا الاعلان الدستوري لا قدر الله؟ والله يا استاذ خير هذا التخوفات لم تظهر، يعني ظهرت يا دكتور جمال. دلوقتي الوضع مع صوت القضائيه نهايته ايه؟ ما احنا دلوقتي في ازمه حقيقيه دلوقتي. انا طبعا لا اعلم ما هو انصحوا الرئيس الذي وصل الى السلطه القضائيه في ان هناك صراعا وهناك تحديا لهم. انا مش شايف لاي صراع لا تحدي. السلطه يعني هم كلهم اساءوا التقدير. كلمات الرئيس واضحه جدا، واخد بالك؟ تقدير الرئيس واضح جدا، احترام الرئيس واضح جدا، تفسير الرئيس لقرارات واضحة جدا، التزام الرئيس بالتفسير اللي قاله واضح جدا. لما أجي أنا أتكلم على استفتاء للدستور أقوم أقول نحن لن نشرف على استفتاء الدستور بأي حق إذا كان ده نص في الدستور ونص في القانون؟ لأن هناك جمعيات عمومية بتعليق العمل. لا يعني هذا قرار سياسي ولا قرار قانوني؟ أنا بقول لك في نص دستوري ونص قانوني يلزم القضاء بالإشراف على كل الاستفتاءات. نعم. من يتحمل هذا الأمر؟ قبل هذا في مشكلة مع السلطة القضائية كلها يا دكتور. سبحان الله. يعني طب هو إذا كان في لقاءات تمت وإذا كان في صراخ بيتم دون لقاء مباشر، طب ما إحنا تكلمنا في البدايات أن على المستشار محمود مكي والمستشار أحمد مكي وهم من قضاة الاستقلال أن يبدأوا في عمل مؤتمر العدالة الثاني. حضرتك فاكر المؤتمر الأول إيه اللي حصل بيه بعدين؟ وكيف صفى مبارك حساباته مع القضاء عندما طلبوه بإلغاء؟ احنا بنتكلم عن مبارك انتهى خلاص. احنا لا احنا بتكلم عن المؤتمر. انا بفكرك بالمؤتمر العدالة الاول. انا اسف لو انا حبيت اتكلم في تفاصيل. لا انا مش فاكر تفاصيل. انا متذكر المؤتمر العدالة الاول ده سنة 87 اتعمل وكان فيه المستشار يحيى الرفاعي ابو الاستقلال في مصر، وهذا كان فرصة لتقارب كل موقف. رئيس الجمهورية كان مخالف. الان انا في رأيي يجب ان يكون هناك مؤتمر للعدالة الثاني يأتي فيه كل قضاة مصر ويأتي فيه رئيس الجمهورية مخالف، رئيس منتخب، رئيس مدني، رئيس يحترم القضاء، رئيس ليست عليه علامات الاستبداد، لم يمارس استبدادا. يعني احنا في ظل الفترات القديمة اخواننا الناصريين وغيرهم، يعني عندما اتلغت الديمقراطية وعندما نزع المعارضين من بيوتهم وعندما قتلوا في السجون وعندما اعدموا، يعني ما كانش فيه حد بيقول حاجة. ما حدش مين قال دلوقتي ما كانش حد بيقول؟ بس ما احنا اللي كنا بنقوله كنا في السجون. لا انتوا بس مش انتوا بس انا بلاش اقول انا بس معلش. انا بتكلم علينا احنا على موقفنا على موقف المساندين الان باسم التيار المصري. أنا حمدين من الشخصيات الجميلة التي اعتذرت عما مارسه عبد الناصر ضد الإخوان المسلمين، الوحيد الذي سمعته بأذني يعتذر عن هذه وكبر في نظري. تمام. هل مرسي يعني فعل طمش شبه ما حدث؟
هل مرسي هل مرسي زور الاستفتاءات يا دكتور جماعه بنتكلم عن مصر بعد 25 دخل معارضين بقى له خمس شهور يا دكتور طب مش معنى فيدي خمس شهور وانتوا عايزينه يحل البلد كلها مش يحل البلد مين قال انتوا عايزينه برضه مش يحل مش يحل يعني يا دكتور نفسي بس تخرجوا عن طريق انصر اخاك ظالما او مظلوما دي وتنصحوا دكتور مرسي لان بالفعل ما حدث هذا مشكله انا اللي عليا بعمله بنصحه علنا احيانا على تويتر او في مقاله ولا اخشى في الليل لو ما تلاقي ماشي اذا كان كده. في امر لازم لا هو مش هينفع لا. نحن الذين عانينا من الطغاه بس كده ولن نسمح لاحد ان يبقى طاغيه بس مين اللي بيعمل الفرق هل الدكتور مرسي ومستشاروه منزهون عن الخطا لا ما حدش منزه عن الخطا ما هم انت بتوافق على اتجاه القوى المدنيه على رفضها الحوار قبل تراجع الرئيس يعني البعض راى زي ما الاستاذ الدكتور جمال بيقول البعض راى ان في هذا انت تغلق كل النوافذ افتح نافذه يا سيدي للحوار نتكلم وتقول له انا معترض على كذا كيف ترى هذا دكتور لا انا رايي ما فيش اي مانع من الحوار يعني اذا كان في يعني اذا المساله دخلت في 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 اخذ ورد ممكن طبعا ما فيش حاجه اسمها ما فيش حوار نعم. انما الحقيقه ال المشكله بدات كلها من ان هذا النص الدستوري هذا التعديل الاعلان الدستوري كان صادما بالفعل لانه يعني يتسق يعني يتصادم مع كل المسار الذي كنا نتكلم فيه يعني لو كنا تحاورنا فيه وقبلنا فيه الحوار كان حدث اللي حدث بس الرئيس ايضا لم يرجع اي دعوه للحوار في هذا المسار لا يعني احنا ثالث يوم اتكلمنا حزب الحريه والعداله الدكتور سعد كاتني تكلم على الحوار ده ايه قبليه يعني يجمع لا قبليه في مواقف اذا كانوا كل اذا بعض مستشار الرئيس استقالوا قالوا ما نعرفش هذا الكلام يا اخوان وشعروا بخجل شديد جدا وقالوا لم نستشر في هذا لا هو يعني بص يا دكتور جمال هو في خوف لدى الكثيرين ولازم نكون صرحاء في هذا ان الرئيس مرسي مش هو اللي بيتحرك كرئيس الجمهوريه وان هناك ناس في حزب الحريه والعداله اجهزه في الحزب المرشد الهيئه مكتب الارشاد ما اعرفش ايه الكلام انا طبعا ما عنديش اي يعني دي قصص وهميه البعض بيسمر نفسه بيها انما انتماء الرئيس مرسي لجماعه قويه وقديمه ويعني ولها كيانها القوي مثل الاخوان المسلمين بيجعل الناس الكثيرين يتشككون في هذا الموضوع ومن المهم جدا الرئيس مرسي يفصل نفسه بوضوح بينه وبين جماعة يعني كل خطاباته كده يا دكتور أسامة لماذا لا تطمئن الناس لخطاباته ما هي لما يعني حصل هو يتكلم على انه مبسوط بالمعارضة وسعيد بالمعارضة لدرجة ان اللي عرضه في صلاة الجمعة امبارح طبعا بعض القنوات الفضائية جابت صورة مغيرة وقالت ان الرئيس طلع من الباب بسرعة جروه الكلام ده مش حقيقي ومخالفة للأمانة الإعلامية لا انا ما عنديش فكرة تصدى ما شفتش حاجة زي الرئيس صدى وقال مين يا جماعة اللي بيزعق مين اللي معترض الاخ الحبيب يجي يقرب هنا عشان افهم منه وسمع منه طب ده كلام عظيم وشرح له واعترض على كلام الامام الخطيب اين الاعلام من هذه اللقطه زعناها يا فندم صدق الاعلام انا سمعت عنها انا سمعت ان الرئيس حصل حد يعترض انا عايز اقول اذا كان هو مع معارضين مباشرين يتكلم بقى الراجل ده ايام مبارك كان اتسحل وانضرب بالنار وقالوا عليه مجنون انت عارف اللي قالوا اتقي الله في السعوديه جابوا على الطياره قعد 19 سنه هنا احمد القطان فانا عايز اقول ان في لا هو هل انت مش هل هو انت سمعت في كلامي او في كلامي ما احنا مش بنقارن أن هل رئيس ليه دايما المقارنه ورده مع نظام سابق عشان دكتاتور انت رافع لي بس هذا الرئيس هذا دكتاتور دخل الرئيس الاله هذا رئيس ذات الصلاحيات الرئيس الفرعون الرئيس اساء لنفسه بهذا البيان فبضطر اثبت لك ان الفرعون كان الماضي مش ده احنا بنتكلم يعني عن كل حاجه نتيجه الكلام بيتقال مش معنى الكلام يتقال وانا اسكت بالعكس لما اجي ارد تقول لي ما حدش عارف الشعب ينتظر منه بالعكس الافضل بالعكس وطبعا ادي له فرصه بالعكس لانه تستقر الامور وتستقر الاوضاع وتوضع المؤسسات ويوضع الدستور وتستنى منه الاحسن تستنى الاعظم يا دكتور جمال من طوال الشهور الماضيه منعه احنا نريد خطوات بالفعل يا دكتور جمال لانه اتى بعد فرعون ولانه بعد 60 سنه من حكم تسلطه ولانه اتى بعد هذه الثوره الناس عندها حساسية صح مفرطة صح إذا عودة الدكتاتورية عودة الاستبداد عودة الرأي الواحد عودة الفرعون كل هذه المسائل وده الكلام اللي اتقال فعليا حساسية تستدعي ودي حساسية منطقية مفهومة تستدعي تطمينات وطمأنة وحوار بس كده لا تستدعي يعني أخذ فعاليات أقول ثورة 25 موجة الثالثة وبعدين مرشح رئاسي سابق بعد الإعلان الدستوري مباشرة نقول ده احنا داخلين على حرب أهلية وما زال حتى الآن يتكلم على الحرب الأهلية مين اللي قال كده لا أقول لحضرتك حاجة يعني لا أولا أنا أدعي أن أول واحد قلت كلمة حرب أهلية كان في اجتماع في حزب الوفد
وكنت بأحذر لا أنا ضد مرسي ولا مع مرسي، أنا بتكلم عن الحالة العامة اللي وصلنا إليها، لأنني أعتبر سواء دكتور جمال معلش الكلام ده عجبك معايا، بص الذي حدث بهذا الإعلان أن انقسمت مصر لأول مرة في تاريخها المعاصر كما لم يحدث من قبل، وأنا أعي ما أقول، بين إسلاميين وقوى أخرى سميها قوى مدنية. لا حصل الاستقطاب قبل كده، هذا خطير خطير، حصل الاستقطاب قبل كده والسبب في القوى المسمى المدنية اللي هو إيه، لأن حزب إمتى؟ مدني زومر جاي. إمتى حصل؟ في انتخابات 2011. لا ما كانش بالحدة دي خالص. لا مش التحالف الديمقراطي اللي كان موجود كان بيدوب الفرقة دي. لا حصل في الاستفتاء اللي مين اللي عمل كتلة إسلامية ومين اللي عمل كتلة ليبرالية؟ ما كانتش الناس لسه كانت. أنا علشان وقت للأسف خلص، دكتور جمال في الكلام اللي احنا بنقوله فكرة التخويف، وانا شايف لما فتحت التليفونات ناس كتير قلقانة من مما يقال على المنصات في التجمع المصري، هذا عايز انقل لحضرتك مثلا ان احد اللي وقفوا على المنصة قال يجب ان نجاهد ضد العلمانيين والليبراليين الذين يريدون خلع الرئيس، يجب ان نمحيهم، من يقف في التحرير اثمه على نفسه. هذا النوع من الخطاب انت بتشوفه؟ لا خطاب سيء وغير مقبول ومش وقته ابدا ولا ينفع يتقال ابدا. نحن في وقت طب الا يجب على السلطه الشرعيه في البلد انها تتصدى لهذا بوضوح وبشكل قاطع؟ هي السلطه تصدد للي شتمها ولعن سلتفين ابوها؟ معلش بس هو هي السلطه اتكلمت على قاعد بمضمض بكرامه الرئيس في الارض يا دكتور جمال، وده رئيس مصر كلنا. معلش ولا حاجه، بس يعني قيمه مصر. ايوه صح قيمه رئيسها. يا دكتور انت راجل قطع عيش بره وكل حاجه بتشوف اي رئيس. انت مش عامل حريه، ما تحمل نتيجه الحريه. طب ما سبحان الله يا رب، ده كلام يعني الحريه دي تخليني اتسبل ليل نهار لا ويتمرمط بكرامه الارض، ولما يجي حد يتكلم يطلع لنا في حته انفلاته كده تطرف شويه تيجي تقول لازم تحسمه لازم توقفه. انا ليه ما اوقفش ده واوقف ده؟ تمام، لانه الحريه مطلقه للجميع بس انا ادين هذا لانه ده منتمي لمعسكر الرئيس. انا ماليش ما فيش حاجه اسمها اذا خدت من حضراتكم ما فيش معسكر رئيس حد بيقول الكلام. في جمله دكتور جمال حشمت، كيف يمكن الخروج من الازمه وما نبقاش شعبين ويرجع الشعب المصري ايد واحده؟ الازمه بمنتهى البساطه لا حل لها الا حل سياسي بالحوار. هذا الحوار هيفتح افاق نريد فيه عقلاء، نريد فيه حكماء، نريد ان كل واحد يطلع من ذاتيته ويطلع من قصه الانتخابات الرئاسيه. نعم. فكره ان البعض يظن انه احق بهذا المكان حتى الان حتى هذه اللحظه انا اظنه مش هيحل مشكله. الامر الثاني نطلع بقى من روح الثائر المناضل لروح المعارض القوي. يعني انت معارض اطرح بدائل، انت معارض انزل للناس في الشارع، انت معارض اديني خطه عمل، انقضي موضوعيا. كل اللي بيتكلموا الدستور زي الزفت زي النيله، وحضرتك جبت امبارح هنا ناس معاك قاعد تتكلم على الدستور كلام لا رديت ولا مسكت ماده تقراها لهم عشان نستوضح الكلام بتاعهم ولا اي حاجه. ما احنا لازم نبقى موضوعيين. دكتور جمال جبريل اللي كان قاعد لا دكتوره كريمه كمال ربنا يديها. لا هي قالت انها ما قرتش، ما كلمناش في الدستور يعني. لا يعني قصدي انا قصدي خلينا موضوعيين. يعني احنا دلوقتي زي ما بيقول الدكتور احنا مش عايزين نقعد نشتموا في بعض، احنا عايزين نقعد ننصحوا بعض. لو هذه النصيحه نقدر نمارسها، البعض ما عرفش يمارسها، البعض لا يجد نفسه الا في جو الفوضى، البعض لا يجد له مكانا الا في جو الفوضى. فهتستمر الفوضى عشان يبقى موجود؟ لا، في انتخابات، في صندوق انتخابي لو احنا حافظنا عليه. الاسلاميين متهمين بانهم اصحاب المره الواحده، يعني يطلعوا بالديمقراطيه ويرموها بعد كده، هذا لن يحدث. الآن الصندوق هو الذي يوصلك ويوصلني. الناس ترفضني النهاردة وتجيبني بكرة، وتجيبك النهاردة وترفضني بكرة، وارد. أنا عشان كده عايز صندوق الانتخاب نحافظ على نزاهته كلنا مع بعض ويبقى الشغل عليه، مش الشغل على التهييج. التهييج ده بيجيب رد فعل عند الناس عكس، احنا مع الناس في الشارع بنقعد على القهاوي كلنا. التهييج بعد ما التهييج حضرتك شايفه احنا مش لا احنا 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 هتتكلمني على بعض الالفاظ او بعض الشعارات اللي اتقالت واحنا بنقول ان احنا نرفضها، وده امر خطير. ليه؟ لان التطرف في الجانب الاخر بيظل التطرف في الجانب ده. انا ليه الناس تشتم وتستفز ويروح طالع الثاني بتاع 9 سنين ده؟ اتناقش 9 سنين ديت زي 9 سنين في الجمعيه التاسيسيه لم يحدث. مضاجعة الوداع في البرلمان حدثت؟ لا ده كلام فارغ. ما هو كلام الفارغ ده اتعملت عليه حلقات. لا اتعملت عليه حلقات، اتعمل في رأي عام عن الناس حاجاتها مش هي علشان دكتور حاجات ده كلام فارغ يعني. لأني لم أشترك في هذه الحلقات ولم أستنزف فيها. أنا عايز أخليني في الجد اللي أنا بتكلم فيه دكتور أسامة. كيف ترى في جملة الخروج من أنا رأيي يا دكتور جمال أن المسؤولية الآن تقع على الدكتور مرسي وعلى حزب الحريه والعداله، لان هم السلطه الان في البلد وهم الذين يملكوا اتخاذ القرارات. وانا اتمنى ان الدكتور مرسي ينحي هذا الاعلان الدستوري، بصرف النظر عن هذا الاعلان الدستوري، يدعو
القوى السياسية المصرية كلها بعد سبعة إلى حوار حقيقي حول هذه الأزمة لكي نخرج منها، لأن استمرار هذه الأزمة كل يوم زيادة بيعمل مشاكل حقيقة جدا في حقيقية جدا وخطيرة جدا في مصر، خطيرة جدا في مصر. هيبقى الرئيس رئيسا للسلطة التنفيذية بعد الدستور، خلاص انتهت كل المخاوف انتهت. لا بس هو لحضرتك حاجة، هو أنا لا شك أنه مجرد أنه تجاهل كل ما يحدث وإقرار الدستور بهذا الشكل اللي في بالفعل كثير من الحساسيات وكثير من المشاكل، قطعا لن يكون هو الأسلوب الأمثل لكي يعني أيوة نقضي على الحال. طيب انا وقت خلص. احنا معنا شهادات للدكتور ايمن نور وشهادات للدكتور سيد بدوي يتكلموا على ان هذا اعظم دستور خرج منذ عام 23. يا سلام. طب كويس. الدكتور سيد بدوي قال هذا الكلام في 11 اكتوبر، وهناك ايمن نور قال امبارح الكلام من داخل الجمعيات التاسيسيه من يعترض على مواد كثيره داخل الدستور. لا مانع، هو ده مش قران. جمال جبريل امبارح يعني نحن امام مش قران. خلينا نعبر يا رب تعدى على الخير. خلينا نعبر. بشكر ضيوف الاعزاء دكتور جمال حشمه دكتور اسامه الغزالي حرب، بشكركم. اترك الساحه لزميلتي لميس الحديدي معكم حتى المساء، نواصل متابعه ميدان النهضه وميدان التحرير ومحافظات مصر ما بين مؤيد ومعارض، واذا كان اليوم هو يوم الاغلبيه للتأييد. نلتقي ان شاء الله الاسبوع الجاي.